أحبتي المشاهدين، نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن باص الخليج يتجول في الفلوجة ضمن حملته الترويجية لاستضافة خليجي 25. أكيد يا صابرين، يعني هذه الاستضافة لبطولة خليجي 25 في البصرة تشكل فارقة كلش مهمة يعني أكيد. في تاريخ العراق، يعني يمكن احنا نتحدث عن البصرة الفيحاء والاستعدادات اللي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، وأيضا أهالي البصرة اليوم فتحت بيوتها، يعني قالوا احنا ماكو فنادق، لا 2000 بيت هو مفتوح لكل الوافدين، وإن شاء الله احنا نكون حاضرين أكيد. حتى كل المحافظات العراقية شفناها ترحب يعني بيوتها مفتوحة لكل الزائرين. هاي هي نخوة العراقيين. أي والله. خلينا نشوف تقرير. هنا في مدينة الفلوجة حط رحاله باص الخليج قادما من جنوب البلاد ضمن الحملة الترويجية المخصصة لاستضافة خليج 25 في محافظة البصرة الفيحاء، ليتجول في شوارع المدينة وسط فرح الجمهور الرياضي لتنظيم مثل هكذا بطولة عربية في العراق. خليجنا واحد، إن شاء الله يا ربي خليجنا واحد. انتقلنا من البصرة إلى كل المحافظات العراقية، أغلبهم تقريبا وإذا أسعفنا الوقت راح نقوم بزيارة بقية المحافظات. من كل محافظة راح نأخذ حفنة تراب، واللي هي أغلى شيء بالوطن هو تراب الوطن، راح نأخذه ونخليه بصرة، هذه صرة اللي راح توحد كل المحافظات، اللي راح تنقل رسالة المحبة والسلام من البصرة إلى المناطق الشمالية وأيضا بقية محافظاتنا الجنوبية. رحلة المحبة والسلام لباص الخليج البصري اليوم بالوصول إلى مدينتنا العظيمة الرمادي، هذه المحطة المهمة، هذه المدينة المضيافة الكريمة اليوم يصل لها أبناء البصرة وهم يجدون هذا الاستقبال والترحيب المهاب. شكرا لهذه المدينة العظيمة، شكرا لمن أتعبناه اليوم، حقيقة عاجزة كلمات الشكر اليوم عن الامتنان لكل من وجدناه هنا. الحكومة المحلية في مدينة الفلوجة وعدد من المهتمين في المجال الرياضي كانوا في استقبال الباص والتأكيد على تقديم الدعم لإنجاح مهمته الإعلامية. تشرفت اليوم مدينة الفلوجة بوصول باص خليجي 25، باص الوحدة العراقية، نقول لمن جاء في هذا الباص ولمن رافقه أهلا وسهلا بكم في مدينتكم مدينة الفلوجة. نريد أن نوصل رسالة لأشقائنا العرب بأن العراق واحد، الباص انطلق من الجنوب باتجاه الشمال وان حط في الغربية، العراق واحد، وإن شاء الله سوف يكون الخليج خليج عراقي 100% بإذن تعالى. اليوم جولة إخوان الأعزاء بإذن الله ستكون جولة جميلة جدا بحضور إخواني رؤساء الوحدات الإدارية بمساندة الأخوة الإعلاميين الأبطال. حقيقة اليوم المتواجدين أعداد كبيرة جدا، هي رسالة عظيمة، رسالة جميلة أن الثقافة والعلم والأدب هو أساس هذا البلد. لبرنامج صباح الخير يا عراق، باسم الشمري، الفلوجة.